رجعتوا تسمعوا في بهاء سلطان. وصلنا معاكم للأربعة واربعة واربعين دقيقة على راديو كاب اف ام. هذه أولاد الكاب متواصلة معاكم حتى للسبعة متاع العشية بالموسيقى بالأخبار بالفقرات المتنوعة. وتوا وصلنا لفقرة بوليميك باش نحكيو فيها على آخر المستجدات وآخر الأخبار اللي قاعدة تعمل في جدل كبير المدة الأخيرة. قاعدة تصير أحداث المدة هذية في برشا بلايس في تونس, وكي نقولوا أحداث وكي نقولوا أحداث وعاملة جدل ديما نجبدوا الصغيرات وديما نجبدوا المدارس. نحكيوا على إفا متفشية بالذات المدة الأخيرة, وقاعدين كل يوم نسمعوا حادثة جديدة. الإفا هذه هي ظاهرة العنف المدرسي اللي ولت حديث برشا ناس المدة الأخيرة, واللي بالفعل ولت مقلقة, والأرقام اللي قاعدة تصير أقل ما يقال عنها إنها مفزعة. في مدة قصيرة نسمعوا برشا حوادث, منها تعرض طالب بكلية الطب بسوسة البراكاج, تلميذ يقتل زميله لطف عليكم داخل قاعة الدرس ببن عروس, تلميذ يفقع عين زميله في قاعة الدرس, وغيره وغيره من 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 الأحداث هذه من الأخبار المقلقة والمفزعة الحقيقة اللي كل يوم نسمعها. الموضوع هذا يتحكى من برشا زوايا, لكن احنا اليوم اخترنا نحكيه عليه من الجانب النفسي. قبل ما نبدأ حبيت نعمل ديديكاس الباج المدام على الانستغرام اللي هي من الصفحات القلائل والأوائل اللي تعرض وتوضح المشاكل هذه وما تغضش عليها الطرف. تحية لها وتحية لكل باج قاعدة تخدم بضمير لنشر الحقيقة. في نفس السياق نستقبل مع بعضنا عبر الهاتف السيد عماد الغريري الأخصائي النفسي ومتخصص في علم النفس السريري التطبيقي. أهلا وسهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا, مرحبا بك وبكافة المستمعين. مرحبا بك سي عماد ونورتنا وشكرا على قبولك الدعوة. عايشك ربي فضل, مرحبا بك. الله يخليك. نحكي سيدي على الـ على الآفة هذه, على المنتشرة المدة هذه وهي ظاهرة العنف المدرسي. نسألك سي عماد, شنو علاش الظاهرة هذه كثرة المدة الأخيرة؟ العنف عنده برشا أسباب ومسببات. من بين الأسباب أول حاجة هي ديما أنا نرجع في الانترفونسون بتاعي في التدخلات بتاعي على مستوى علم النفس الطفل, هي التربية اللي يتلقاها الطفل في البيت بتاعه أو في الأسرة بتاعه بين الأبوين والعائلة حتى الموسعة. المشكل في الوقت الحاضر هو أنه الأبوين ما عادش عندهم برشا وقت والوقت الكافي باش يربيوا التربية سليمة للأطفال متاعهم, بشكل أنه الطفل لما حال احنا ما نجموش نحكيه على كونتيتي قداش ولا قداش وقت نعديه مع صغار, ما نحكيه على الكيفية. اللي في الوقت الحاضر لا عاد فما كيفية لا عاد فما كمية. كنا نحكيه أغلبيتهم كنا نحكيوا على كيما نقولوا مذابين على الكاليتي حتى ولو كان ما فماش كونتيتي توا, وللاسف وصلنا لمرحله الوقت ما فماش وحتى الكيفيه, والا كيما نقولوا كيفاش تقعد مع صغيرك ما همش قاعدين يستثمروا فيها الاولياء. هذا اللي فهمته من كلامك. هذاك هو علاش على جبل لي بارون اغلبيتهم يخدموا. الكميه دونك اغلبيه الامهات تخدم, الكيفيه حتى كيف يرجعوا للدار الاب والام. الاب اغلبيه الاباء فون دي ميسيونير, ما نجمش نعمم كي تشوف القهاوي بركه وقت اللي عندي مراه حتى تنجم تفهم مسؤوليه الاباء وين. والامهات ما تنجمش توفق بين شؤون البيت وشؤون الخدمه والعمل الداخل والعمل الخارج, بشكل انه فما فراغ نفسي, فراغ عاطفي, فراغ تربوي على مستوى تربيه الطفل. شو خلي انه الطفل يعني انت لهنا تقول مثلا الوقت اللي يقضيه الوالد مثلا الاب في في في, في القهوه ماذا بيه كان لو كان يعديه مع ولده او بنته يحكي معاها من واجبه انه هذيك مسؤوليته هو انه باش يقوم بتربيه الطفل تاعه, باش يشوف شنو شؤونه, شنو يعمل شنو ما يعملش, كيفاش عدى النهار كامل, باش يعبي له الفراغ العاطفي اللي خلاه له طول طول لا جورني. دونك سي اون اوبليغاسيون, ماهوش معناها مش من المستحسن, لا هو من واجبه ومن حق الطفل هذاك انه يتمتع ويتلقى تربية سليمة من الأبوين سواء الأب والأم. إذا كان صغير يعيش الفراغ هذاك شو مش عبيه, شو حاشتك, حاشتك بفلوس تفضل, شو حاشتك, حاشتك بالبورتابل خوذ, حاشتك بالجو خوذ, دونك مش تعباه بشكل غير طبيعي. دونك أنا برشا أطفال يجيوني للعيادة أنا عندهم مثلا ديزوبوس, عندهم مخاوف, كي تجي تشوف تلقى الصغير النجم يعطيلك فاسيلمون 6 ساعات في كونيكسيون,
في حاجات ما اول حاجه ما يزموش يشوفهم قبل عمره حتى كي يمشي يشوفهم، يعني ماهمش تحت رقابه، يعني ماهمش تحت رقابه، مش تحت رقابه. صغار الكل تويك عندهم الكونيكسيون بلان طون ومش تحت رقابه. السمارت فون اغلبيه الاطفال عندهم دي سمارت فون بور لو مون ويشوفوا في كل شيء وفي حتى شيء شيء نجم يفيدهم واغلبيه الاحيان ما يفيدهمش. عندك لي جو، عندك المواقع الاباحيه، عندك العنف، عندك التيك توك، وكل شيء موجود وكل شيء قاعد صغير يتقبل فيه في عمر انه هو قاعد يبني في شخصيته، قاعد يبني فيها بطريقه سليمه ولا لا، قاعد يبني فيها بطريقه غلط. ونسبه تقبله في مشراد التربوي ونسبة تقبله تكون عالية، نسبة تقبله 100% تكون عالية 100%. جدا 100%. يعني أي حاجة أي حاجة باش تعرضها له، أي حاجة باش ياخوها من لي تابلات ومن التليفون باش ياخذها مسلمة، يعني من دون أي تفكير أو جدال، باش ياخذها مسلمة باش يطبقها من غير تفكير. علاش؟ حاجة قلنا الطفل قاعد يكون في شخصيته مليته حتى عمره 6 سنوات، هذيك الشخصية القاعدية، وبعد من 6 سنوات حتى 12 سنة هذيك الطفولة الثانية، والطفولة هذيك هي الطفولة الثالثة حتى حدود فتره المراهقه. الصغير قاعد يتقبل، وهنا اكبر دوم تاع تقبل تاع الطفل هو في العمر هذاك من 6 حتى من 0 مليت ولد حتى 12 سنه، حتى 12 سنه. دونك هنا حتى 12 سنه كل متدخل، سواء المعلم الاستاذ الاب الام، كل متدخل في الطفوله هنا قاعد يبني في جزء من شخصيه الطفل. باهي سي عماد، احنا حكينا توا على قاعد يشوف العنف هذا. وي قلت لك احنا حكينا على دور العائله بالضبط. انت توا عدينا السؤال الثاني باش نسالك، هو دور المؤسسه التربويه في الحكايه هذه، حكايه العنف اللي قاعده تصير في 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 وسط في وسط الكلاس، معناها في وسط الاقسام قاعده تصير، يعني يعني خرجنا من 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 مرحله انه التلامذه قاعده تعتدي على تعتدي بالعنف على بعضها خارج الفضاء التربوي، ولينا في وسط في وسط المدرسه في وسط القسم. دونك اذا كان ما فماش الرادع التربوي على المستوى الاسري، الطفل ابار مازلنا ما كملناش حكينا على الاسره، ثم توتر العلاقات الاسريه متوتره بوغ لو مومون، الظروف الاجتماعيه والاقتصاديه تخلي مثلا في بعض الاباء ولا الامهات فما العنف العنف المادي والعنف اللفظي، وذيك كل قاعد يشوفوه فيه في العياده النفسيه. كي تجي مش تحلل شخصيه الطفل تلقى انه الوسط العائلي هو بيدو متوتر، والعنف اللي ما يلاحظوش ولا ما يقدروش الاباء والامهات انه ينجم ياثر على شخصيه الطفل، هو قاعد زاد ياثر بطريقه غير مباشره. العنف المادي واللفظي بين الأزواج، العنف اللي موجود في الحوم، العنف اللي موجود في وسط العائلات بين العمام والعمات، الطفل قاعد يستقطب وقاعد يسجل في هذاك الكل. وقت اللي مش يخرج المؤسسة التربوية كيفاش مش يكون؟ مش يكون ما عندوش الاستعداد هو حتى لتقبل العلمي، راه مش نجم المهام العمام، مش راني كي نحكي هكا راني مانيش لا طبعا طبعا احنا ديما نحكيه أستاذ من غير تعميم طبعا. ما نعممش، كي تلقى القسم فيه 30 وفيه 35 طفل وكل معلم مش يقول هذاك اسكت وهذاك ريض وهذاك اركح وهذاك، المعلم في حد ذاته مش يتوتر. هنا انا ما نجمش نلوم المعلمين ونلوم المعلم انه مش يتعنف معه حتى على مستوى النفطي. إيه لكن كومم عندهم دور سي عماد، كومم عندهم دور ولو حتى ولو حتى بسيط. الدور هذاك ضروري، احنا نقولوا هو دور تربوي بالاساس، لكن المعلم راهو عنده برنامج، والبرنامج هذاك يتبع فيه مفقتين، ويلزم يحقق البرنامج تاعه في 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 وقت معين. سو كيفي المعلم في حد ذاته تلقى متوتر، هنا صغير فيش يشوف؟ اذا كان صغير ما عندوش استعداد لانه تقبل معلومه، ومش يشوف العنف نتاعه ولا الستريس نتاع المعلم، ما هو مش يطبق. دوك هنا الدور الثاني نتاع الاستبطان نتاع العنف. دوك بشكل هذه ثاني حاجه. ثالث حاجه، صغير كيف يخرج من المدرسه وين يمشي للكار. انا عندي اطفال شو يقول لي نخرج انا من 7 نتاع الصباح نروح 7 نتاع العشيه، معناها من 7 نتاع الصباح الدنيا ظلمه في وقت الشتاء حتى ل 7 نتاع الليل الدنيا ظلمه باش يروحوا به والديه، وهو منغلق يلعب ما يلعبش مش هذايا هو المهم، لكن شنو هو التاثير وشنو هو التربيه اللي قاعد يتلقى فيها الصغير. كيف حاله من التوتر تجم هنا مانيش نلقاه في الاعذار، راه هنا قاعدين نطرحوا في الاشكاليات اللي قاعده تصير.
الاشكاليات اللي محطوط فيها الطفل اليوم مش باش نقاولوا العذر لا، لكن باش نحلوله المشاكل النفسيه والعقد اللي هو قاعد يترب عليها، واليوم عمل العنف في وسط المدرسه ولا في وسط القسم، واليوم انا جاني صغير ضرب معلمته مش زميله، ضرب معلمته ومعلمته مشات تشكي بيه في المركز. معناها وصلنا لدرجه هذه، اي وصلنا لدرجه هذه. بس فات لهنا قاعدين نطرحوا في اشكاليات باش نلقاو حلول، سواء على المستوى الاجتماعي، على مستوى النفسي، على مستوى الصحي بالنسبه للاطفال هذوما، اللي اذا كان اليوم خرج عين صاحبه ولا اليوم زرق عين صاحبه غدو يولي لك عم سيكوبات، يولي لك مجرم في الشارع. يعني هو نتاج حتى احساس بالذنب. وشكون اللي يقوم بجريمه؟ اللي هو الانسان المنحرف. وشكون المنحرف؟ هو اللي ما يتلقاش التربيه السليمه، ما فماش اوامر وما فماش نواهي، ما فماش حلال ما فماش حرام، فماش هذا يتعمل وهذا ما يتعملش. دونك هنا فما يعني كي نجيو نحوصلوا، معنى كي نجيو نحوصلوا سي عماد، يعني لازم الدور الاولاني هو دور العائله اللي لازمها تحد من العنف. واحد معنى كيما تنصح انه لازم تكون، ما تنصح صغارها لازم ما تكونش عنيف، زادة لازم ما تطبخش العنف في الدار باش ما يكونش فما رده فعل قويه بالنسبه للتلميذ. التربيه هي مش بالكلام تقول له ما تعملش، هو يشوفك تعمل ولا ما تعملش ويطبق كيف ويطبق اللي انت عملته. دونك احسن تربيه هي الطريقه السلوكيه، يشوفك انت كيف تكون ليكزامبل نتاعو هو، مش انت تقول له ما تضربش وانت تضرب وانت بيدك تعمل في العنف، تمارس في العنف اللفظي او المعنوي. مش تقول له ما تكونكتيش وانت تكونكتي، وانت نهار كامل تتفرج في التلفزه وانت تتفرج في التلفزه، لا ولا تقول له ما تتكيف، تقول له رد بالك تتكيف، ولا رد بالك تتكيف وانت وهو ديجا نجم نبطلوا. نعم صحيح. نعرفوها هذه الجمله يمكن قالها معظم الاباء لاولادهم. وما هو نساوش حتى على مستوى دور، حتى على مستوى ثقافي وعلى مستوى ديني، رانا ناقصين برشا تكوين. الجمعيات ما نعرفش فما لما حاله موجودين، لكن هما موجودين سواء على مستوى، اما فما برشا تراجع. كيما مثلا نشوف انا دور الشباب كيفاش مسكره وكيفاش حالتها تاسف، كيفاش احنا تربينا مثلا في جيلي انا على الاقل تربينا في دور الشباب. واش معناها؟ معناها تمشي دار شباب تلقى المكتبه، تلقى بيك بونك، تلقى النادي الالكترونيك، تلقى الانفورماتيك، تلقى كل شيء، وتلقى ناس مختصين ومؤطرين يحتضنوك وياخذوك ويوجهوك وهذاك الكل، وانت فرحان وشياك وتروح من فرحة الدار. تويك شوف وين المحال موجودين، راهم النوادي موجودين، اما الاغلبية الاطفال فين تو؟ فين؟ يا ما تلقاهم في الكورة، يا ما تلقاهم في الشارع، يا ما تلقاهم ما نعرفش انا في القهاوي. اللي ما ثم حتى تأثير، ولد عمره 13 14 سنة يقول لك انا بابا ما يخلينيش نسهر. 12 سنة 13 سنة 10 نتاع لي كل وقتاش تقرا انت واضح. اي بوك كي كلهم تلقاهم مع سلطه حد الطفل نتاعهم، ذوق العنف مش يسمعوا في القهوه، مش يسمعوا في الشارع، مش يسمعوا. فهمت معناها؟ واضح. شكرا، برشا اشكاليات. واضح، شكرا لك سي عماد. يمكن نظرا لضيق الوقت الموضوع هذا يطلب اكثر من هكا، ويمكن ان شاء الله نستدعاوك مره اخرى تكون بحثنا وتنورنا بحضورك سي عماد. شكرا لك، ربي يبارك فيك. كانت هذه فقره بوليميك للي فاتتوا على الانتين، تلقاوها موجوده على الباج فيسبوك نتاعنا راديو كاب اف ام صوت وصوره. ساعتنا الاولى وفات، ساعتنا الثانيه بعد شويه باش نحكيوا فيها مع ضيفنا لليوم في اولاد الكاب. نخليكم مع الموسيقى البنينه، نرمين اخترت لكم ابد موسيقى باش تكون معاكم في اللومبوتياج نتاعكم تاع الخمسه. طريق السلامه للجميع، راجعين بعد شويه.